مبسوطه ان انا وزي ما معاك. نهاوند بتقول لك احنا هيبقى في ستريس اكبر شويه في لقائنا بيك النهارده على الدوري الانجليزي نظرا لاشتعاله فعلا. اكيد. وتعالي نبتدي بماتش امبارح هذا اللقاء الناري ونبتدي تحديدا بهالاند والسؤال، هو بني ادم زينا عادي ولا خارق للطبيعه ولا ايه؟ لا هو مش بني ادم عادي زينا، مش لعيب كره عادي، دي حقيقه. هالاند من قبل ما يبقى في الدوري الانجليزي كمان، من فتره بروسيا دورتموند مع في الدوري الالماني، كان خارق، اهداف غير طبيعيه، ارتقاء غير طبيعي، اشياء يعني اشياء بيعملها اللي هو انت بتتفرج عليها بنفتح عينينا وبقنا، يعني بنبقى مذهولين جدا من الاداء اللي هو بيقدمه، من الاهداف الرائعه اللي هو بيسجلها. انتقاله لسيتي انا شايفه انه كان في التوقيت المناسب جدا 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 ليه وللفريق. أكيد. بلا شك اختار الوقت المناسب بنسبة كبيرة جدا، اختار الفريق المناسب اللي يقدر انه يثبت او مش يثبت، يأكد فيه على موهبته. البعض شكك في البداية على الرغم من الأداء المذهل اللي احنا بنشوفه من هالاند دلوقتي، إلا ان البعض شكك اصلا في في الصفقة من البداية، وخصوصا في مباراة الدرع الخيرية قدام ليفربول اللي كانت قبل انطلاقة الموسم. المباراة دي الناس لو تفتكر معانا كان في فرصة سهلة جدا جدا جدا، مش هقول قدام هالاند بقى، قدام أي لاعب، إن هو كان يسجل هدف. المرمى تقريبا كان خالي، هالاند اتصرف في الكرة بشكل مش يعني مش صح، بالتالي ما قدرش ان هو يسجل الهدف. بعدها الناس سخرت جدا جدا من هالاند، البعض قال ان هو صفقه مش هتبقى ناجحه في الدوري الانجليزي، البعض كان بيقول له فرق الدوري الانجليزي مش زي فرق الدوري الالماني، قوه الدوري الانجليزي مش زي قوه الدوري الالماني، الا انه في فتره بشكل عملي بالظبط كده وفي وقت قصير، ما خدش مثلا ما قلناش في موسم، لا ده في وقت قصير جدا. هالاند مسجل 14 هدف في 8 مباريات، حاجه غير مسبوقه بالظبط في 8 مباريات. ولو جينا نشوف قائمة أسرع لعيبة سجلت 3 هاتريك في متتاليين، لا مش متتاليين، عموما 3 هاتريك في الدوري الانجليزي. طبعا هالاند في الصدارة خلال 8 مباريات، لما نيجي نشوف اللاعب اللي بعده هنلاقيه مايكل اوين، متخيل مثلا سجلهم في كام مباراة؟ 48 مباراة. فالجاب كبيرة جدا جدا جدا. لما نيجي نشوف مثلا لاعب زي لويس سواريز، الكل اجمع انه من افضل فتراته في مشواره الكروي لما كان مع ليفربول، سجل 3 هاتريك في كام مباراة؟ 71 مباراة. رونالدو نفسه في بريمير ليج، كريستيانو رونالدو طبعا في بريمير ليج، سجل 3 هاتريك في 232 مباراة. يا خبر ابيض. فيعني احنا بنتكلم في ان هالاند ده احنا يعني لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو من مواليد 2000 بالمناسبة، صغير 22 سنة، يعني مش كبير قوي. ايه؟ 22 سنة. من مواليد 2000 بالظبط. بس عندي نقطة، لان برضو اتكتب عن هالاند ان طبعا بلغه الارقام وده نجم صاعد وبينتظر تاريخ كبير وهيكتب من جديد وغير مسبوق والكلام ده كله، بس اتكلموا عليه فنيا شويه، قال لك هالاند مش اللاعب المهاري على الملعب، هو لاعب شاطر ولاعب ذكي ولاعب بيستغل الفرص ولاعب بيحرز اهداف، ولكن ليس على النقاط المهاري زي ما تقارنيه باسماء كبيره زي ميسي وكريستيانو وابراهيموفيتش وغيره. بتتفقي او بتختلفي مع ده؟ لا بختلف جدا. هالاند كسر اصلا فكره كمان انه احنا اعتدنا ان المهاجم اللي بيبقى طويل ما بيبقاش سريع، دي مش هالاند. اهداف براسه. وايه علاقه الطول بالبطء؟ لا في دايما مقارنات كده، تلاقي المهاجم الطويل تلاقيه مش سريع، بيبقى حركته تقيله شويه. اوكي. عشان الطول يعني؟ علشان الطول. مش دايما يعني مثلا تيجي تلاقي لاعب قصير تلاقيه بيعرف يخترق، بيبقى سهل، بيبقى خفيف، جسمه خفيف فبيعرف يخترق، على عكس المهاجم اللي بيبقى طويل. دي مش موجوده عند هالاند، بالعكس. هالاند احنا الاهداف اللي احنا بنشوفها، احنا عايزين مهاره ايه اكتر من كده؟ رأسيات تمام، كل حته فيه يصدر كعب تلاقي جول، يصدر ركبه تلاقي جول، يعني مش طبيعي بالظبط. فانا يعني لو البعض شايف ان هو مثلا ما عندوش المهاره زي ميسي او كريستيانو، طب انا في النتيجه بتاعتي ايه؟ المحصله النهائيه يعني بس المحصله النهائيه هي برضو